اهلا وسهلا فيكم. راح نحضر اليوم الكبده اللبنيه، وطبعا راح تكون كثير سهله وراح نختصر كثير من الوقت باستخدام كبه الدره. خليكم معي لنحضر وصفه اليوم. الكبه اللبنيه راح استخدم كوبين من اللبن، كوب من اللبن المخيط او الشنينه، ملعقه طعام من نشاء الدره راح نذوبهم مع اللبن، ومن بعدها على النار راح اضيف رشي من الملح ورشي من الفلفل الابيض، خليط الثوم مع الكزبره، راح استخدم زيت الزيتون على النار، راح اضيف الثوم الناعم مع الصنوبر وراح نقلبهم شوي على النار، راح اضيف الكزبره. بعد غلي اللبن مباشره راح اضيف الكبه واتركها تغلي لنكون جاهزين للتقديم مع اضافه الكزبره على الوجه. وصحتين وعافيه.